العز للنفس واجب والحياة سنة، وأنا يديني من الثنتين مليانة مالك بالطويلة. حياكم. يقول الشاعر عبد الله بن شايق الله يرحمه: الزلامي شاعر شايب ولحق علينا، والحقيقة كل خلق الله يحبون الزلامي. رشيد الزلامي الحقيقة الشعرية الثابتة. يمتاز الشعار بالعادة أنهم يتقنون فن معين، أما محاورة أو نظم. أما رشيد الزلامي كان استثناء فريد، شاعر يتقن المحاورة والنظم. يقول الشاعر محمد السناني المعروف أن الركن الأساسي والعمود الفقري ورأس شعر المحاورة هو رشيد الزلامي، ويقول إذا قدرنا بالمحاورة نوصل إلى 70% من مستوى رشيد فهنا نعتبر أنفسنا قد أنجزنا إنجاز كبير. والشاعر السناني ما كان يبالغ، لأن رشيد كان معروف بسرعة بديهته ومعروف بأسلوبه السهل الممتنع اللي يصعب على أغلب الشعراء مجاراته. وفي محاوراته الكثيرة ما كان بس يغلب الأسماء المشهورة، لا، كان قادر أيضاً يخلي الشعراء الكبار مثل خلف بن هدال يندهشون ويضحكون من قوة ردوده. يا رشيد أنت عقلك ضعيف وسقيم، تحسب أن المعاني بلي عمد، نجمتك سارية وانت منجومها، نجمتك سارية وانت منجومها. والله اني حسبتك حليم عليم، ما رجعت القرادة خلف وانقرد. والعرب صرت العلم بكمومها، والعرب صرت العلم بكمومها. رشيد الزلامي يقول الإنسان المفروض ما يمدح نفسه. طيب من اللي يمدح يا رشيد؟ يقول: عيب على الرجال مدحه لروحه، الرجل يفعل ولا جاويد تكفيه. ويقول رشيد أيضا يستمر في إعطاء الدروس العظيمة في أبيات قصيرة: اللي أجهلت انشد ترى ما بها عيب، لا تنخدع للجهل وانت السبايب. وقال أيضا: يسبك اللي عاجز عن دروبك، لا فاعل فعلك ولا هو مجنبك، اعرف على جسمك تفاصيل ثوبك واترك مذاهبهم وعزز مذاهبك. وهو اللي يقول أيضا: والعز للنفس واجب والحياة سنة، وأنا يديني من الثنتين مليانة أعز نفسي، لو أن الوقت لو أنه ماني بثورني لف الزرع بلسانه أبدي شعور السعادة، واخفي الونة حتى ولو وده أرضي مال ميزانه، ورزقي على اللي ليعطى شيء ما منه، ولا يدين العرب تعطي ومنانه ونشحه والناس، ربك يعطي الجنة ما يغني إلا كريم الوجه سبحانه. رشيد الزلامي عنده موقف من كلمة نعم، يقول: ترى مو بكل ما شفت لك رجال تقول له نعم. يا موزع النعم خل النعم لأصحابه، ما ينعطي غير للي يستحقونه، يستاهل النعم. رجل فاتح بابه للضيف واللي يبغوه بحاله يلقونه اللي بوقت اللزوم، يبين مضراب السيف انت حده لزومه، ما يحدونه ولا الردي. لا تقولوا نعم يا ضرابه، هي على نعم وهو قاصر دونه، اللي قلت له نعم جاك يفتلش نابع يحسبك صادق، ما يدري نعم وشلونه، يطمع بشيء يموت الخبل ما جابت، قال انا جبت نعم اللي يقولونه. حكمه ورزانه الزلامي كانت جزء اصيل من شخصيته، وما كانت في شعره بس. تقول السالفه ان الزلامي وقت ما كان مسؤول مركز واحده من احد القرى، جاته شكوى من اهالي القريه يقولون فيه رجال اسمه حمود أزعجنا، جايب معداته وقاعد يهد في هذا الجبل عشان ياخذ منه رمل، شف لنا حل يا زلامي. أخذ زلامي الله يرحمه ورقة الشكوى وقلبها وكتب فوقها أبيات يقول فيها: لا تبلشون بقصة الضلع وحمود، حمود عاقل والجبل في محله، يكفيه من عرض الجبل 5 ردود، ما هو بخبل ياخذ الضلع كله. سمع حمود الأبيات وأخذ معداته وترك الجبل في حاله. اللي أحكم من حمود وردة فعله هو الشاعر اللي تعامل مع هذا الموضوع بهذه الطريقة، مالك بالطويلة. التاريخ يا جماعة الخير ما يحفظ إلا ندرة من الشعراء اللي كانوا يمتازون بشيء أكثر من الشعر. وش عند رشيد أكثر من الشعر؟ رشيد الزلامي حفظه التاريخ كشخص عنده قدرة على تمييز الشعر، وقدرة على أن يكون حكم فيه وأهل لتقييمه. لو رحت وشفت لقاءات بتلقى في أكثرها فقرة مخصصة للسؤال عن الشعار ورأي رشيد فيهم. قدرة الزلامي ما كانت في تمييز الشعر بس، بل حتى
في اختبارهم، لأن كان معروف بقوته في الهجوم في البداية. هجوم يقول رشيد إزلامي أنه هو الاختبار اللي حطه للشاعر اللي قدامه. هذا الشيء هو اللي صار بسببه رشيد إزلامي يلقب بصنفرة الشعراء، وهو اللقب اللي أطلق عليه الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. وهذا اللقب لقصة، قصته صارت مع الشاعر الكبير ضيدان بن قضعان. وأوعزوا إلى الشيوخ أنه صنفر بن قضعان. أنا كنت بسولف أنا وسلطان الهاجري قبل، وقال لي شوف، قلت يا ولد لا يحطوني في حلقة إزلامي، خلني بلعب معك ولا بلعب معك. قال ما عليك، أنت لعبت مع رشيد وطلعت خسران 50%، فأنت رابح 200%. هذا مو بأي كلام، هذا كلام سلطان. قلت إن شاء الله بيفك لي الله منه، ماني بلعب شوي. لا والله أنا عند الميكروفون أذرهم قالوا للشيوخ لا الصنفرة لازم تصنفر. أذكر أنه قال اللي نضرح على ضيدان بن منصور بن قضعان، وأنا ما صدق الأخبار لين أعرف مصادرها. أنا شفته يشب النار بين البيت والعمدان، نشته وش تسوي؟ قال لي حاجة وأدورها. مالك بالطويلة، بدأت شهرة إزلامي أواخر السبعينات، وقت ما صارت له سالفة وهو في الكويت. في السبعينات فتحت الكويت التجنيد، وكان من ضمن اللي راحوا هناك الشاعر رشيد إزلامي اللي صار يشتغل في إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الكويتي. المهم في مرة من المرات لقى رشيد إزلامي مجلة النهضة، وكان فيها صورة الملك فهد بن عبد العزيز اللي كان وقتها ولي العهد. أخذ رشيد المجلة بعد ما حركه الحنين والشوق للسعودية، وصار يقراها ويتأمل في صورة الملك فهد. فجأة جاه واحد وطلب منه المجلة، وقال له رشيد بعطيك إياها إذا خلص منها. الرجال ما صبر وصار كل شوي يطلب من رشيد يعطيه المجلة، ورشيد يقول له أصبر يا ابن الحلال. إصرار الرجال هذا أنه يأخذ المجلة من رشيد كان بسبب أنه شاف رشيد متعلق في صورة الملك فهد ومستانس عليها. المهم قام الرجال وأرسل رشيد أبيات يقول فيها أنك يا عابد الصورة إذا كنت للدرجة هذه مشتاق للسعودية تراك تدل دربها، قم وارجع لها. رد عليه رشيد إزلامي وقال له كل سنة مدار مدلها الصبر ومضاق، وأنا تخيل صورته مخلص له، ما تعرفونه يا رضيين الأعماق هذا الفهد، ذخر الفهد في محله. الله أحب أحب مخلص ومشتاق، وأحب حتى صورته بالمجلة. هذه كانت الأبيات اللي اشتهر فيها رشيد إزلامي الله يرحمه، الشاعر اللي كان معروف بحبه لوطنه حب شديد. قد قال مرة شاعر الرد المعروف رشيد إزلامي لنجد عشق خاص يمارسه هذا البدوي العنيف، فليتفضل. يا نجد حبك هو شرابي وزادي، شين بقلبي كون خالق الكون، ونعدة البلدان هذه بلادي، أقولها من كل قلبي وممنون، متمكن نحب الوطن من فوادي، وحب الوطن سنة على ما يقولون. من قصص إزلامي اللي توضح حبه للوطن سالفة صارت له هو مع الجيش الكويتي. في وقت حرب مصر عام 73 مع إسرائيل، راح إزلامي مع الجيش الكويتي لمصر، وهو هناك سمع رجال يتكلم على السعودية. قام رشيد ورد عليه وصار يدافع، قالوا له الناس يا ابن الحلال لا تكبر المشكلة وترد على هالرجال تراهم يسجنونك. رد عليهم رشيد اللي انسجن فعلا لمدة شهرين، وقال من سب داري قلت لتسب ثم تسب ورخصت روحي، دون داري جلوبه لو انسجن من شانها وتعذب اصبر على شان الوطن. لا العقوبه والسجن ما هو عيب، شينا مجرب تعلم المسجون، ما هي ذنوبه لومني خبل اللي ما تغرب ينسى الوطن، ينسى الوطن خسره وله يوم جوبه. كتب رشيد إزلامي اكثر من 800 قصيده وله اكثر من ديوان. ابيات رشيد إزلامي وشخصيته صراحه ما تكفيها حلقات ومواسم، كل واحد منكم ياخذ له يوم يبحث فيه عن هذا الشاعر وقصائده ويعيش معه ويرجع بعدها عشان يشكرنا. مالك بالطويلة، في مرة من المرات كتب رشيد إزلامي الله يرحمه 3 أبيات، حاول يزيدها ويكتب رابع وخامس لكنه ما قدر. يقول كل ما ضفت على هالقصيدة شيء ضعفت، لأن أبياتها 3 الأولى قوية جدا. فحط إزلامي تحدي للشعراء أنهم يكملون هذه الأبيات، وصل عليها أكثر من 3000 رد، كل الردود ما قدرت تجاري هالأبيات 3 اللي قال فيها يا صاحبي دربل على عسر بالحيل، ودونه مسافة جرهدية وجردة، وقدمك العطران الشوارب مدهيل قطعت الفرجة على كل سردة، وإن كان ما تقدر دروب الرياجيل عود وتلقى واحد منك وردة.